أهلا بكم إلى ظهيرة نقدمها من الميادين ومن اسطنبول في إطار تغطية تركيا بوسفور الانتخابات. وفي عناوينها: قمة مجموعة السبع تتجه إلى تزويد أوكرانيا مقاتلات F-16، وروسيا تحذر من الخطوة وترى فيها تصعيدا للصراع سينقلب على الغرب. القمة تعلن أيضا رفضها عسكرات الصين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبكين ترد: الإضرار بمصالحنا سيقابل بإجراءات مضادة وقوية. استمرار الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان وتحذيرات من وضع إنساني صحي يزداد سوءا من جراء الصراع. بدء اقتراع الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج، أردوغان يحذر من التراخي بعد نتائج الجولة الأولى، وكليتشدار أوغلو يدعوه إلى المواجهة أمام الشباب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار غيرها نتابعها في الظهيرة، ولكن نبدأ أولا من روسيا. علا، إذن حذرت الخارجية الروسية من أن الغرب سيمضي في طريق مليء بالمخاطر إذا قدم مقاتلات F-16 لأوكرانيا. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أكد لوكالة تاس أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد، وهو ما ينطوي على مخاطر مهولة عليها، محذرا من أن ذلك سيؤخذ في الاعتبار في جميع خطط موسكو والتي لديها كل الوسائل لتحقيق الأهداف التي حددتها. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. والمساعدات المتوقعة تبلغ قيمتها 375 مليون دولار وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأبدى بايدن استعدادا للسماح لدول أخرى بإمداد أوكرانيا بمقاتلات من نوع F-16 أمريكية الصنع. مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سيليفان كان نقل عن بايدن دعمه مبادرة مشتركة ترمي إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات F-16 في دول أوروبية. لقد نفذنا ما وعدنا به، قدمنا إلى أوكرانيا ما تحتاج إليه بناء على المشاورات بين جيشنا وجيشهم، والآن انتقلنا إلى مناقشات لتحسين القوات الجوية الأوكرانية كونه جزءا من التزامنا. لذا مع بدء التدريب في الأشهر المقبلة سنعمل مع حلفائنا لتحديد موعد تسليم الطائرات ومن سيقوم بتسليمها وكم عددها. معنا من موسكو المحلل السياسي ناصر أبو نصار. سيد ناصر، بعد التحية، الآن يعني موافقة بايدن على تسليم القوات الأوكرانية طائرات F-16، هذا كيف تقرأه وفي أي سياق تأتي هذه الموافقة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. في البداية نشير إلى أننا قبل 4 أيام أو 5 من الآن على شاشة الميادين كنا قد تنبأنا بأن الجولة التي قام بها زيلينسكي في أوروبا كانت تمهد الأرضية الأساسية لتسليم مقاتلات F-16 بشكل مشابه للجولة السابقة التي قام بها قبيل تسليم دبابات ليوبارد وأبرامز. في الحقيقة هذه الموافقة أتت في سياق موجة جديدة من موجات التصعيد، وربما تكون الموجة الأكثر إعلانا سياسيا بتجلياتها، خصوصا بأن الأداء العسكري على الأرض لا يتوافق مع كمية المساعدات التي تلقتها كييف. بالتالي هذا الإعلان هو إعلان استمرار سياسي لزيلينسكي بشكل أكبر منه عسكري، خصوصا أننا نعلم بأن تسليم هذه المقاتلات لن يتم بشكل فوري نظرا للحاجة الكبيرة لتدريب الطيارين عليها وللمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها. التخوفات الأساسية خلال جولة زيلينسكي السياسية في أوروبا كانت تعالج هذه النقطة، خصوصا أن التحولات
السياسية في واشنطن قد تؤدي بانتهاء عهد بايدن الداعم الأساسي لزيلينسكي في حال حصول ووصول ترامب إلى السلطة، ما يعني بأن زيلينسكي كان يبحث في جولته الأوروبية ليس فقط عن الأسلحة بل عن الاستمرار السياسي. إعلان بايدن تزويد أو الموافقة على تزويد كييف بمقاتلات F-16 هي إعلان لاستمرار الدعم السياسي، وإعلان وربما يكون أهم إعلان سوف تتواصل من خلاله كييف. هنا ناصر، يعني بطبيعة الحال الخطوة المقبلة ربما بعد تسليم تدريب الطيارين وتسليم هذه الطائرات، هذا كيف سيؤثر على المسار العسكري بطبيعة الحال ناصر؟ في هذه اللحظة لا تأثير نظرا للمدة الطويلة التي يستغرقها التدريب. التدريب يستغرق في أقل تقدير 18 شهرا، يمكن إنقاص هذه المدة ل 12 شهرا حسب الخبراء العسكريين والمواقع العسكرية ذات الصلة. ولكن هذا يعني بشكل أو بآخر كما قلت سابقا أنه قرار سياسي، وهي موجة جديدة من التصعيد مرتبطة بكافة الحزم المرتبطة في العقوبات على روسيا. في هذه اللحظة وفي المسار العسكري لا تأثير، ولكن في المستقبل وفي حال استمر الصراع لمدة طويلة هذا يعني أن السبعة الكبار تراهن على استمرار النزاع لمدة سنة ونصف أو إلى سنتين إضافيتين، ما يعني أن الوجهة العامة بالنسبة للناتو والسبعة الكبار هي استنزاف روسيا في هذه الحرب عن طريق كافة حزم المساعدات العسكرية، وفي ذات الوقت مواصلة التصعيد. لم يبقى بعد هذه الخطوة في الحقيقة بعد وصول الإدارة الأمريكية لقرار تسليم مقاتلات F-16 سوى السماح لكييف بامتلاك صواريخ بعيدة المدى تستطيع من خلال استهداف العمق الروسي. من موسكو المحلل السياسي ناصر بو نصار، شكرا لك. وبشأن الصين، اتفق قادة مجموعة السبع على علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، وأكدوا أنهم يعارضون العسكر الصيني في منطقة آسيا المحيط الهادئ، ودعوا بكين إلى الضغط على روسيا لتوقف عدوانها على أوكرانيا. كما اتفقوا على القيام بمبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب. سفارة الصين في بريطانيا حذرت من جانبها دول مجموعة السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة. الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة يشكل العنوان الرئيسي للمرحلة الحالية للعلاقات بين كوبا وروسيا، وهذا ما يسعى إليه البلدان من خلال المنتدى الاقتصادي والتجاري الكوبي الروسي الذي انعقد في العاصمة الكوبية هافانا. عروة محمود والتفاصيل. بمشاركة أكثر من 50 شركة تمثل القطاعات الاقتصادية الروسية، اختتم في العاصمة الكوبية المنتدى الاقتصادي والتجاري الكوبي الروسي بتوقيع 8 اتفاقيات في مجالات السياحة والأغذية والصناعة والطاقة وتوريد القمح، ليمثل مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ويحظى باهتمام مباشر من قادة البلدين. نأمل أن تمثل الخطوات التي اتخذناها في هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية من أجل تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين. جرى اتخاذ كل الخطوات لتهيئة العمل المشترك، وهذا يعزز علاقات التضامن والصداقة بين بلدينا. هناك مئات من رجال الأعمال من البلدين يعملون لإقامة تحالف اقتصادي من شأنه مساعدة كوبا على استيراد كثير من احتياجاتها، لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والأغذية والصناعة. لدينا صيغة جديدة للعمل الاقتصادي والصناعي والمتعدد القطاعات الذي يعود بالفائدة على كلا البلدين. نتقدم على نحو كبير وننتظر النتائج العملية، ونحن نتضامن مع كوبا في مواجهة الحصار الأمريكي.
المنتدى الذي عقد في سياق الدورة 20 للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يعطي أهمية خاصة لكوبا التي تشهد انفتاحا على القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يساعدها على مواجهة الحصار الأمريكي المفروض عليها. المنتدى يساعد على تعميق العلاقات وجعلها أكثر استراتيجية، وله أهمية خاصة بالنسبة إلى كوبا للبحث فيما تحتاج إليه البلاد والصعوبات التي تعانيها بسبب الحصار الأمريكي وتشديد إجراءاته والتي تؤثر في الشعب على نحو مباشر. ومثلت زيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل لموسكو نهاية العام الماضي مرحلة جدية للعلاقات بين البلدين التي تشهد تسارعا لافتا وزيارات متتالية بهدف تطوير مشاريع مشتركة بين البلدين. الحضور الكبير لرجال أعمال روس في هذا المنتدى الاقتصادي والاهتمام الكبير من قبل السلطات في كوبا يعكسان بوضوح إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، ولا سيما أنهما يواجهان عقوبات اقتصادية من خصم مشترك. عروة محمود، هافانا، الميادين. إلى السودان، حيث استؤنفت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وأم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وذكرت وكالة رويترز أن ضربات جوية استهدفت جنوب أم درمان وشمال بحري. وللمزيد حول الوضع الميداني معنا من الخرطوم الصحافي عبد الله نصيح. عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا. نبدأ معك إذن مما هو جديد لناحية الوضع الميداني، تفضل. نعم، منذ الساعات الأولى لهذا الصباح تجددت الاشتباكات في بعض أجزاء الخرطوم خاصة في مدينة أم درمان. الحديث يدور حول معارك عنيفة دارت حول مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان وكذلك بمنطقة الصالح التي تقع جنوب الخرطوم وفي بعض المناطق بالخرطوم. هذه الاشتباكات دارت في وقت تم تعيين السيد مالك عقار، وهو معروف أنه من ضمن قيادات أو أعضاء مجلس السيادة كبديل أو كنائب للسيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. هذه المعارك لم تدر فقط في الخرطوم، هناك أيضا اشتباكات دارت في إقليم دارفور وتحديدا في منطقة نيالة بجنوب دارفور. دارت هذه الاشتباكات حول مقر القيادة بمنطقة نيالة، أدت لوقوع عدد من القتلى، أدت لنزوح الكثير من المواطنين هذه المنطقة. بحسب بيان الخارجية الذي خرج قبل قليل، الخارجية السودانية أكدت بأن هناك اعتداء على السفارة القطرية بوسط الخرطوم، تمت سرقة وتخريب محتويات هذه السفارة. هذه التطورات جاءت في وقت تدور فيه مفاوضات بين الجانبين في جدة حول كيفية وضع هدنة لهذه المواجهات العنيفة وكيفية وجود مقرات آمنة لوصول المساعدات. هناك خرق واضح لهذه الاتفاقيات، ليس هناك بوادر أمل لأن يكون هناك وقف لإطلاق النار في ظل وجود هذه القوات أو قوات الدعم السريع أقصد داخل المشاريع داخل الأحياء السكنية. لا تزال القوات الدعم السريع هي تسيطر على بعض الأحياء خاصة في مدينة بحري، اتخذت من المواطنين جروح بشرية، اتخذتهم كحائط صد لها من المواجهات العسكرية. لا تزال الأوضاع الأمنية متأثرة جدا بهذه المواجهات. إذا تحدثنا هذا من الجانب الميداني، إذا تحدثنا من الجانب السياسي، نجد أن تعيين رئيس مجلس السيادة لمالك عقار يأتي ضمن إجراءات سبقت هذا الإجراء، تم إحفاء مدير بنك السودان وكذلك وزير الداخلية. تعيين مالك عقار، يعتبر مالك عقار هو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهو من القيادات التي وقعت على اتفاقية جوبا في العام 2020 والتي جاء بموجبها إلى الخرطوم كعضو بمجلس السيادة. مالك عقار هو من القيادات المعروفة التي كانت تشكل منصب والي ولاية النيل الأزرق في عهد البشير، ولكنه خرج وانضم مجددا للحركات الشعبية وجاء بعد اتفاقية جوبا ليلعب دورا كبيرا في السلام. اليوم وقبل قليل تحدث مالك عقار بأنه يريد أن تضع الحرب أو دارها
إيصال سلام بين الجانبين، وأنه سيعمل على وضع السودان في المقدمة، وأنه يريد أن تتحقق العدالة، ويريد أن تكون هناك ممرات آمنة، وأن تنتهي المعاناة الإنسانية التي يمر بها السودان. نعم، كل الشكر لك عبد الله نصيح الصحافي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن أكثر من مليون شخص نزحوا حتى الآن بسبب القتال الدائر في السودان، من بينهم ربع مليون لاجئ. المفوضية أشارت إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين في الأسابيع القليلة الماضية إلى دول الجوار، وأوضحت أن هناك أكثر من 800 ألف نازح في داخل السودان، وأن نحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد. نوجه نداء عاجلا من أجل سلامة المدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالانتقال إلى السودان، حيث نواصل توسيع نطاق استجابتنا لأكثر من مليون شخص جرى تسجيلهم حتى الآن نازحين إلى داخل السودان أو إلى الدول المجاورة. لقد نزح أكثر من 834 ألف شخص داخل البلاد، بينما سجلت الحكومات المجاورة للسودان ما يقارب ربع مليون شخص. حتى الآن تعد مصر من أكثر البلدان استقبالا للنازحين. اختتمت القمة العربية 32 في جدة، حيث أكدت في بيانها الختامي مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية لكونها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، كما أكدت التمسك بحل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية، ودعا البيان إلى ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار في السودان، كما رحب باستئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها وأجهزتها، آملا أن تسهم هذه المشاركة في دعم استقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، وأعلن دعمه أمن اليمن واستقراره والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. الإعلان حث الأطراف اللبنانيين كافة على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وشدد على وقف التدخلات الخارجية في شؤون الداخلية العربية ورفض تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة. إلى فلسطين المحتلة، حيث توعدت حركة الجهاد الإسلامي تل أبيب بدفع الثمن إذا نكثت بأي من بنود قرار وقف إطلاق النار الذي أعقب معركة ثأر الأحرار. أكرم دلول والتفاصيل. السادة الكرام، في غزة تفويض شعبي جديد للمقاومة وعلى عكس ما أراد الاحتلال، هذا ما تؤكده صور الحشود التي شاركت في تأبين شهداء معركة ثأر الأحرار. هنا لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة التي خرجت لتوها منتصرة في معركة كبيرة ثبتت فيها معادلات الردع مع إسرائيل. خرج لهم مقاتلون ليعيدوا ترتيب المعادلات مرة أخرى. أيها الإخوة والأخوات، إن معاركنا تثبت مرة تلو الأخرى أن بإمكان أمتنا أن تنتصر على المشروع الصهيوني الذي قهرها وكان سببا أساسيا في تبعيتها وضعفها. توهم الاحتلال إذن أنه باغتياله قادة السرايا سيوقف خيار الجهاد الإسلامي، لكن رسالة المقاومة الموحدة في الميدان ومعها هذه الجماهير بددت كل آماله. نحذر العدو من أي عملية اغتيال أو حماقة، فنحن عند وعدنا وعهدنا بالرد بكل قوة في عمق العدو وبشكل موحد وبلا أي تردد. مستمرون في الإعداد، مستمرون في البذل، بذل الجهد بالأنفس وسنوات وشباب العمر والجراحات وكل ما تحتاج هذه القضية. كل الجماهير الوفية التي جاءت هي لتؤكد على منهجية المقاومة وعلى صوابية خيار جهاد الإسلامي وسرايا القدس في خوض معركة التحرير معها مع الغرفة المشتركة كتفا بكتف ويدا بيد. ذو شهداء المعركة أكدوا مضيهم على نهج أبنائهم، مشددين على استعدادهم لتقديم المزيد
على طريق التحرير. هذه تعطينا الدعم الكامل بأن نستمر على هذا الضرب ونضحي بالغالي والنفيس من أجل فلسطين، من أجل المقدسات، من أجل تحرير فلسطين بإذن الله تعالى. لا غرابة في احتضان الفلسطينيين لمقاومتهم، فهم يرون أنها خيارهم الأوحد للتحرر واستعادة الحقوق. أقوى وأكبر خرجت حركة الجهاد الإسلامي من معركة ثأر الأحرار التي مثلت بشواهد الميدان تحولا مهما في تاريخ المقاومة الفلسطينية، التي تؤكد اليوم مواصلة طريق الإعداد والتجهيز لمعركة ستكون أصعب على إسرائيل. أكرم دلو، الغزة، الميادين. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن العزة في السياسة الخارجية تعني إلغاء دبلوماسية التوسل والارتهان. خامنئي خلال استقباله مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وممثلي البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج، شدد على أن المرونة في السياسة الخارجية لا تنافي التمسك بالأصول والقواعد، مشيرا إلى أن في الداخل والخارج من يفهم بشكل مخطئ سياسة المرونة البطولية. إلى العراق، حيث أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد أصبح اليوم قوة عسكرية مهمة وأساسية. وفي كلمة له خلال المؤتمر الأمني في نينوى، شدد على أن الحشد هو القوة الفاعلة التي وحدت العراقيين. أيها الأخوة، نحن نعيش مرحلة إعادة التأسيس. أحب أن أؤرخ لهيئتنا المباركة، هذه الهيئة التي انطلقت بعد تلك الهزيمة النكراء وبعد تلك الأزمة الكبرى التي ألمت بالبلد وكادت أن تطيح به وبمستقبله، ولكن طبيعة هذا الشعب وقواه الفاعلة وعلى رأسها المرجعية الدينية استطاعت أن تستنهض هذا الشعب وتذكره بعوامل قوته وعوامل صموده، فما كانت هي إلا فتوى من أسطر لكنها حركت هذا المارد الكبير الذي تجلى في تلك الأيام المباركة. نعم، كانت أيام دماء وأيام مأساة، لكن أنا أجدها إنها رسمت معالم العراق الجديد. نتابع الظهيرة بعد الفاصل. جديد، أهلا بكم. ونستأنف الظهيرة من تركيا التي تستعد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وآخر الأخبار يطلعنا عليها فريقنا والموفد إلى هناك عبد الرحمن، يعطيك ألف عافية، وإلك وطبعا لكل الزملاء في فريق قناة الميادين في إسطنبول. شكرا جزيلا لك يا علا. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه النافذة المباشرة من مدينة اسطنبول التركية. بدأت عملية تصويت الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسيتمكن هؤلاء من التصويت حتى انتهاء وقت الاقتراع في تركيا في 28 من أيار مايو. وستجري العملية عند البوابات الحدودية التركية مع البلدان الأوروبية. كذلك وضعت صناديق اقتراع في 151 ممثلية لدى 73 دولة. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منافسه كليشدار أوغلو لافتا إلى أن الأخير يقول سنفعل ما يريده الغرب، وعلق أردوغان قائلا باي باي كمال، نحن سنفعل ما تريده تركيا وسنتحرك وفقا لمصالحها لا ما يريده الغرب. كذلك توجه إلى الناخبين محذرا من التراخي بعد نتائج الجولة الأولى، وأكد ضرورة العمل ليلا ونهارا حتى ليلة الانتخاب. ودعا مرشح تحالف الشعب كمال كليشدار أوغلو منافسه الرئيس أردوغان إلى المواجهة أمام الشباب. جاء ذلك في تغريدة نقل فيها موعد مشاركته في برنامج تلفزيوني شبابي. وكتب كمال كليشدار أوغلو إن القاعة
ستكون فيها أو سيكون فيها شباب غالبيتهم من حزب العدالة والتنمية. وأضاف قائلا: ليس هناك غرباء، أنتظرك يا أردوغان، تعال لنتواجه بشجاعة أمام الشباب. خلال مشاركتها في تغطية تركيا بوسفور الانتخابات على شاشة الميادين، أكدت النائبة عن حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروج أن دعم حزبها هو لكمال كليتشدار أوغلو وليس لحزبه. الدعم الذي قدمناه للسيد كليتشدار أوغلو مهم، لأننا في الانتخابات الحالية حصلنا على المركز الثالث، ونعد بذلك ثالث أكبر حزب في تركيا. لو قدمنا مرشحا من حزبنا لما كان أوغلو حصل على تلك النسبة من الأصوات. نحن في تحالف الشعب ندعم المرشح كليتشدار أوغلو فقط، ولا ندعم حزب الشعب الجمهوري. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن موفد الميادين إلى تركيا الزميل محمد درويش الذي يتنقل بين المدن التركية المختلفة وينقل لنا أيضا واقع هذه الانتخابات، الحملات الانتخابية. محمد، أنت معنا اليوم من شانلي أورفا، والرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حركة القومية دولة بهجلي سيكون لهما زيارة إلى المناطق التي تضررت من الزلزال. ماذا في خلفيات وأهداف هذه الزيارة؟ نعم عبد الرحمن، يصل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة زعيم الحركة القومية دولة بهجلي إلى مناطق المتضررة بالزلزال المدمر. ستبدأ هذه الزيارة عبد الرحمن من مركز الزلزال من محافظة كهرمان مرعش، كما سيزورون مدينة أديامان المجاورة لها للاطلاع على أحوال السكان هناك. بحسب وسائل إعلام تركية عبد الرحمن، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرح عدة أمور خلال هذه الزيارة، وأبرزها يعني إعادة التعهد بضرورة التسريع بإعادة الإعمار لهذه المناطق، والمعروف بأن هناك حوالي 2 مليون مبنى قد تدمر في هذا الزلزال، وقتل أكثر من 50,000 شخص و 100,000 جريح. ثانيا هو التعهد بإنشاء مساكن جديدة للمتضررين وتقديمها لهم لمدة 2 من دون مقابل، كذلك دعم المصانع وإعادة إعمار المصانع ودعم المنتجين الصناعيين في كهرمان مرعش وهي معروفة بالصناعات، وكذلك دعم المزارعين في مدينة في محافظة أديامان وهي محافظة زراعية وتقديم كل المستلزمات الزراعية لهم. كما ستشهد جولة غد في محافظة هاتاي أيضا افتتاح الرئيس رجب طيب أردوغان لمستشفى في هذه المنطقة وهي الأكثر تضررا من جراء الزلزال. أما في خلفيات هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات، هو تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زعامته لهذه المنطقة وزعامته في عرينه الانتخابي، حيث تمكن من حصد أكثر من 8 محافظات من أصل 11 وحصل فيها ما بين 60 إلى 72% من الأصوات. كذلك التأكيد على فشل استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات والتي روجت لها المعارضة التركية بأن السكان في هذه المناطق سيصوتون للمعارضة التركية ولن يعطوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية، وما حصل هو العكس. وكذلك إعادة تجديد الثقة لدى السكان هناك بأن حزب العدالة والتنمية هو الأقدر وهو يعني لديها القدرة على إعادة الإعمار بالتزام بالمدة التي قدمها الرئيس التركي لمدة عام. تجدر الإشارة عبد الرحمن في موضوع منفصل أن في محافظة غازي عنتاب المجاورة أعلنت السلطات التركية أنها أغلقت مطار غازي عنتاب الدولي وألغت الرحلات فيه بعد اكتشاف جسم مشبوه في المجال الجوي للمطار هناك. شكرا جزيلا لك موفد الميادين إلى تركيا محمد درويش، كنت معنا من مدينة شانلي أورفا. شهدت العلاقات الروسية التركية تقاربا على مستويات عديدة وتطورا لافتا في المرحلة الأخيرة، فكيف تبدو اليوم وما آفاقها؟ تقارب كبير شهدته العلاقة الروسية التركية وسط مخاوف واشنطن من العلاقات الاقتصادية المتصاعدة وأثرها في صياغة تفاهمات سياسية مشتركة في الملفات التي شكلت عنوانا للانقسام السياسي بين البلدين، حيث مثلت الأزمة الاقتصادية التركية بالتزامن مع تأرجح أردوغان السياسي
فرصة روسية لمد يد الاقتصاد الخفية وتركها تتفاعل مع مصالح رجل أنقرة المشاكس وتعزيز نزعته الاستقلالية المزعجة لواشنطن. أعداد الشركات الروسية في تركيا تضاعفت من عام 2020 إلى 2023، وأقرت خطة 100 مليار للتبادل التجاري حتى عام 2023 التي ستجعل موسكو ثاني أكبر شريك تجاري لأنقرة وأول شريك سياحي لها، مع 6,600,000 سائح روسي يرفضون تركيا ب 20% من عوائد السياحة الكلية البالغة 56 مليار دولار وصولا إلى المليارات المرجوة من عوائد مشاريع الطاقة الكبرى، ما بعد المسافة بين أردوغان والغرب وأكد مخاوف واشنطن مع رفضه تبني العقوبات ضد روسيا عند بدء العملية العسكرية الخاصة لتدعم واشنطن وسفيرها في أنقرة خصومه المطيعين في الانتخابات المقبلة بكل صراحة. وتلتقط موسكو هذه اللحظة لتستخدمها في مواجهة العقوبات من جهة، وتدعم الرجل عبر تحويل تركيا إلى مركز لتوزيع الغاز الروسي، فتعزز بذلك من أثر التعاون الاقتصادي في المعادلات السياسية التركية الداخلية والدولية، حتى بات الرجل بحاجة إلى موسكو لتأمين انتخابه الصعب مع إمساكها وحليفتيها إيران ودمشق بأوراق من ملفات الحسم الانتخابي الاقتصاد والأمن واللاجئين، في مشهد يلخص تفاؤل الاقتصاد على تشاؤم السياسة ويقود البلدين نحو التسويات المربحة، فيما يكمل العالم استدارته شرقا بما يشمل ربما استدارة أنقرة. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة المباشرة قدمناها لكم من مدينة اسطنبول التركية. أما الآن فنعود وإياكم إلى علا ومروة. شكرا عبد الرحمن. اليوم الثاني على التوالي ضرب زلزال بقوة 7 درجات كالدونيا الجديدة في المحيط الهادئ. هيئة المسح الجيولوجي قالت إن الزلزال رصد على عمق 35 كيلومترا، فيما حذر مركز الإنذار من موجات التسونامي من تشكل موجات مد، وقامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كالدونيا الجديدة. في كندا أغلقت سلطات مقاطعة ألبرتا 12 حديقة عامة خشية اندلاع حرائق جديدة. وقد أعلنت حالة الطوارئ في المقاطعة التي تشهد منذ أيام حرائق غابات خرج بعضها عن السيطرة، فيما جرى إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم. ويتوقع أن تبلغ مستويات الحرارة 28 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الموسمية في هذه المقاطعة. برغم انحسار مخاطره المباشرة، ستبقى تأثيرات كوفيد-19 على البشرية ولا سيما على الدول النامية لسنوات وعقود طويلة. من جنيف تفاصيل أكثر مع موسى عاصي. لن تنتهي تأثيرات كوفيد-19 على الصحة العالمية مع إعلان منظمة الصحة إزالة الوباء من لائحة الأوبئة الخطرة، بل ستستمر هذه التأثيرات لسنوات وربما لعقود. من التأثيرات المباشرة بحسب التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية تقصير حياة الملايين من الناس خلال انتشار الوباء، ومن التأثيرات البعيدة المدى تعثر خطط التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في الدول ذات الدخل المحدود. العالم خرج عن المسار الصحيح للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وما لم نسرع وتيرة العودة إلى هذا المسار فإننا سنفقد عددا لا يحصى من الأرواح التي يمكن إنقاذها. انشغال العالم بوباء كورونا كان له تأثير سلبي كبير على متابعة الأوبئة الأخرى والأمراض غير المعدية التي لا تزال مسؤولة عما يقرب من نصف جميع الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل. وضع هذا الوباء كثيرا من المؤشرات المتعلقة بالصحة بعيدا من المسار الصحيح، وساهم في عدم المساواة بالحصول على رعاية صحية عالية الجودة،
وجرى عكس الاتجاهات المحسنة في أمراض كالملاريا والسل. ومع توافر اللقاحات بشكل واسع لم تحصل الشعوب في الدول المنخفضة الدخل حتى نيسان إبريل عام 2022 سوى على 12% منها فقط مقابل 74% في البلدان ذات الدخل المرتفع. كل الرسائل التي وجهتها منظمة الصحة العالمية خلال انتشار الوباء عن ضرورة رفع مستوى التعاون بين الدول لمواجهة كوفيد-19 والأوبئة المحتملة مستقبلا تبخر. الأنظمة الصحية للدول النامية تشهد المزيد من التدهور، وشركات الأدوية التي تحقق أرباحا بمئات المليارات ترفض على نحو قاطع التنازل عن حصرية الملكية التجارية للأدوية المنقذة كاللقاحات. موسى عاصي من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، الميادين. وفي اليمن، أول مقهى مخصص للنساء في صنعاء القديمة يقدم وجبات صنعانية أصيلة، ويهدف إلى تعريف الزائرات من الفتيات بالأكلات الصنعانية والموروث الصنعاني. تقرير أحمد زبيبة. افتتحت اليمنية نورا مشروعها لتقديم الوجبات الصنعانية لتبرز من خلال تصميم هذا المقهى الموروث الصنعاني بأسلوب عصري من ناحية الشكل ونوعية ما تقدمه للزوار من أطعمة. تفردت اليمنية نورا بهذا المقهى الذي يعكس اللون الصنعاني، استراحة ذات إطلالة مميزة من قلب صنعاء القديمة. مشروع كما تقول نورا حافظ على الطراز الصنعاني وأوجد فرص عمل لبنات جنسها ومصدر رزق في ظل أوضاع الحرب الصعبة. الفكرة كانت من باب أنه المحافظة على التراث الصنعاني الذي هو جزء من الهوية اليمنية والتراث اليمني. إحنا بنتكلم على مدينة أقدم وأعرق مدينة في التاريخ 1200 سنة، فحبيت أن أنا أنشئ هنا متنفس نسائي، لأن هذه المنطقة معدومة جدا من المتنفسات سواء كانت رجالية أو نسائية. ما يميز هذا المقهى أنه الأول من نوعه مخصص للنساء فقط في هذه المدينة القديمة، ليراعي خصوصية المرأة اليمنية. يقدم أطباقا صنعانية تعرف بالمدينة مستخدما الأدوات القديمة في عرضها. حلو أنه مكان للنساء فقط، نقدر نحن نجي نحن وأولادنا وأصدقائنا من أفراد العائلة. بالنسبة للأطعمة الشعبية اللي هي متميز اليمن ومدينة صنعاء، ممكن نحن منحصلش بأي مكان. في معاهم طريقة التقديم في المزحقة والأكلات الشعبية حق صنعاء القديمة في السحاوق والبرعي، وأن المكان أنه خصوصي في البنات لأنه أكثر الراحة للبنات. هذه المشاريع الصغيرة في بدايتها تشهد تحديات كبرى، ولا سيما في ظل الحرب وضعف الإقبال مع انخفاض قدرة الناس الشرائية التي تحتاج إلى التمويل المتواصل للاستمرارية والتوسع. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قمة مجموعة السبع تتجه إلى تزويد أوكرانيا مقاتلات F-16، وروسيا تحذر من الخطوة وطرفها تصعيدا للصراع سينقلب على الغرب. القمة تعلن أيضا رفضها عسكرة الصين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبكين ترد الإضرار بمصالحنا سيقابل بإجراءات مضادة وقوية. استمرار الاشتباكات في الخرطوم وأمدرمان وتحذيرات من وضع إنساني صحي يزداد سوءا من جراء الصراع. بدء اقتراع الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج، أردوغان يحذر من التراخي بعد نتائج الجولة الأولى، وكليتشدار أوغلو يدعوه إلى المواجهة أمام الشباب.
للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. إلى اللقاء.